طبعا هذا في من قال لما وجد في بين حالي ومعاوية وجد قنود، هؤلاء يقنطوا العالم ويقنطوا، لكن الأثار كلها معلولة، جميع الأثار موجودة في قنود أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على أهل الشام، أو قنود أهل الشام على جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كلها معلولة، ما صح من ذلك شيء. ولا أعلم لقضية القنود على المسلمين أصلا الشرع، أصلا لم أجد له دليل. نعم هو مذهب فقهي لطائفة من العلماء بناء على الأثار الضعيفة، الأثار الضعيفة يحتج بها في هذا الجانب، خاصة الأحكام ليست فضائل، فبالتالي الصواب تقيده بحدوث شيء من الكفار، لكن الكفار لا يشترط يكون كفار مصريين، كفار مصريين قد يكون خارجين عن الإسلام كنصيرية مثلا مجمع على كفرهم، كالدروز مجمع على كفرهم، كالإسماعيلية مجمع على كفرهم، كالبهية مجمع على كفرهم، كالطوائف هذه الباطنية المارقة في كل الشرائع أو بالنسبة على لكل الشرائع وخارج عن كل الشرائع.